مرحبا بكم يا أصدقائي، رجعنا لكم فيديو جديد مع مغامرات دودو. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وابعث الفيديو لأصحابكم، أهم إشي الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. ويلا نبدأ بالفيديو. كل فيديو اليوم راح تكون عن حكم سلسلة المعجون. طبعا أنا راح أعمل إشي كثير أنا بحب أكله اللي هو ليمونة. راح نعمل نص ليمونة وراح نعمل ليمونة كاملة. إن شاء الله راح تطلع كثير حلوة. ويلا بلش. في عندنا لون أصفر أبيض وأخضر. أول إشي راح نبلش بالأصفر. راح ناخذ كثيرة، هاي كثيرة. راح ناخذ أقل. كويسة كويسة كويسة. ندورها كرة عشان نحطها. نعملها كرة بعدين بس نعمل عواميد هنا. رح نبدأ نعمل حواف الليمونة. رح نبلش نعمل الورق. اخترت لها طول تعرف طبعا هاي رح تكون ورقتين مش ورق. أخذ هاي الورقة قلتها دائرة عشان أعمل تعرف هاي شكل الورقة زي هيك. خربتها أرجع أعيدها. هذا مش الشكل النهائي، يعني أنا لسه عندي كافة زبط فيها. شوف إنها تطلع كثير حلوة. أوكي خلصتها. هسه راح أعمل السكين. نتهنى هي الخراب هون حتى صغير، يعني إذا تنزع بتعمل هيدا قرن. شوفوا زي إذا شوفوا كيف صارت حلوة. لا هسه رح أعمل، يعني عملت هاي صغيرة فراح أعمل أكبر منها عشان تعرف إنه هاي رح تكون أكبر. We'll be right back.
زي ما انتم شايفين قاعد بعمل الخطوط. شوفوا كيف صار شكلها النهائي. طبعا انا شوفوا كيف صار شكلها النهائي، انا كثير عجبتني وحبيتها، يعني راح اقلبها. وانا كثير بحب الليمون، انا يعني مش من الناس اللي ما بتحب الحامض، انا بحب الحامض كثير كثير، فبحب الليمون. يعني هسه بعد الفيديو ممكن اروح اكل ليمونه من كثر ما شهوان تعلمونا هاي. اوكي، واتمنى انكم تجربوا تعملوها. وبنهاية الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك، وابعثوا الفيديو لاصحابكم، اهم اشي الاشتراك عشان عيلة دودو تكبر. احلى ليمونه.